شامة مش تيجي تمسي على سيعتها؟ معلش ما خدتش بالي، راجع تعبانة ورجلي مش قادرة تشن. ازيكي يا عطا؟ اهلا وسهلا ست الكل، ما تيجي تنورينا، كنا عايزين ناخد رأيك في موضوع كده. لا مش هقدر، خليها يوم تاني، تعبانة وعايزة ارتاح. عن اذنك. وماله؟ نوم العوافي. معلش يا اخويا، انا مش عارفه ايه الشغلانه اللي بتهد حيلها دي. على راحه راحتها يا حماتي، اما تقوم من النوم بيفرجيها على الشبكه، والحته اللي تحب تغيرها انا جاهز ورقبتي سداده. فوتكم بعافيه. الله يعافيك يا عاطف. على فكره عاطف، الشبكة بتاعتك لازم اخويا مرزوق الكبير يشوفها، اخويا الحنين، عشان يوافق بس يعني. وماله؟ احنا تحت امر سي مرزوق. السلام عليكم. سلام يا عطا. مش حرام بنتك ده يا نجوى اللي بتعمله بنفسيها؟ طول النهار عمالة تلف على هوا والمحلات وتبيع لده ولده عشان اخر النهار يطلع لها كام ملطوش. هي مرتاحة كده. الله، مش عايزة تمد ايدها ليه؟ كل ما تعوز تجيب طلب يخصها. اخص عليك يا نجوى، انا اول مرة اسمع منك الكلام ده بنت الناس. طب انا من يوم ما اتجوزتك انا قصرت مع بنتك شامة. ما تشغلش روحك بيها، ما انت كمان شقيان في شغلك، وما صدقت ان ربنا فتح عليك بالدكانة الجديدة، يعني انت محتاج لكل قرش تشتري بيه بضاعة. وشامة بقى طول عمرها حسيسة، وكلها شهر ولا اتنين وتبقى في بيتها ومسؤولة من جوزها. جوزها؟ أمال إيه يا راجل، والشقة تفضى علينا أنا وأنت لوحدنا بذمتك؟ ما نفسكش ده يحصل؟ ها؟ إيه ده، أنت مش معايا خالص. أنا هقوم أشوح لك شوية صدق عشان تتعشوا عقبال ما تاخد أنت الحمام بتاعك. لا عود، أنا اتعشيت برا، أنا بس عايزك تسوي لي فحميتين عشان أعمل حجرين وأعدل دماغي. وماله؟ أبو شامة وعلامه، أبو طلال وسام، أبو هلال، إيه اللي مقعدك هنا؟ أمي مالها؟ اطمن يا ولدي، مفيش حاجة حصلت. مفيش حاجة حصلت كيف؟ وشك بيقول غير كده؟ أمك بخير يا ولدي، وخالتك أم هلال معاها جوا بتشوف طلباتها. بالإذن. حصل إيه يا أم هلال؟ ما تخافش يا ولدي، حصلت بدوخة خفيفة نادمت علي، طلعت من مطرحي لقيتها ماسكة في الباب ودايخة وما قدرتش تطلب طولها. طب عنك أنت يا أم هلال، عنك. تعال. الله يكرمك. تعال يا عليك يا ما، انا قلت لك تاخد بالك من نفسك. بسيطة يا ولدي، ما تخافش، انا بس خدت دواء السكر المدعوك ده. مدعوك؟ مدعوك صح، بس ليه خدت المدعوك ده من غير عشان؟ ما انا بفكرك قبل ما اطلع، عايزة تحرق القلب عليك ليه؟ لا ما تقولش كده.